الاستثمار الآن الأجنبي العربي والأجنبي وحتى العراقي متوجه في الوقت الحاضر على قطاع الإسكان. من المعروف بأن العراق في حاجة ماسة إلى وحدات سكنية تتجاوز 3 ملايين وحدة سكنية، أي أن هذا القطاع له الأولوية بالاستثمار، وفعلا عدد كبير من الشركات الأجنبية والعربية قدمت طلبات وعروض من أجل الاستثمار في بغداد وفي المحافظات الأخرى، وبالأخص المناطق المحافظات التي فيها المراقد المقدسة، وكذلك القطاعات الخدمات الأخرى إن كانت السياحة أو السياحة الدينية وإلى آخره. القطاع الصناعي والقطاع الزراعي يحمل أهمية استثنائية في تطوير حركة المجتمع الاقتصادية، لأنه القطاعات التي تحرك العجلة الاقتصادية وتكون حركة العمل داخل البلد متداولة. يعني الصناعة توفر فرص عمل، توفر بضائع وسلع إلى المواطنين، الزراعة توفر مستلزمات الحياة كلها. هذه القطاعات يجب أن تراعى بالوقت الحاضر من الأولويات، لأنه الاقتصاد العراقي مثل من المعروف بأنه القطاع الصناعي والزراعي أهمل قبل سقوط النظام بفترة طويلة، بالأخص الصناعي، فالمئات والألوف من المشاريع الصناعية متوقفة الآن بسبب أولا تهميش هذه المشاريع وعدم توفر الفرص لتطويرها وضخ لها أموال بالتمويل أو القوانين التي تساعد هذه القطاعات على النمو وعلى التطوير. في القطاع الصناعي نحن نركز بالوقت الحاضر كقطاع خاص، نركز على أهمية تشغيل مشاريع القطاع الصناعي الخاص، لأن هذا القطاع منتشر في عموم العراق، وبالإمكان أن يوفر سلع، يوفر فرص عمل، وأن تكون الدورة الاقتصادية داخل البلد. هذه المشاريع تحتاج إلى جملة من الإجراءات. أولا يجب أن يكون هنالك تمويل مناسب بشروط ميسرة بفترة سداد. يجب أن تفعل قوانين الجمارك، القانون الجمارك وشرع في الآونة الأخيرة في الدورة الأخيرة لمجلس النواب، وكذلك قانون حماية المنتج الوطني، وكذلك حماية المستهلك ومنع الاحتكار. هذه القوانين المفروض الآن يكون يجب أن تتوفر جدية ومتابعة من قبل الدولة لتنشيط وتفعيل هذه القوانين حتى توفر للقطاع الخاص مجالات للتوسع، حتى يحرك العجلة الاقتصادية للبلد ويوفر فرص. وبلد بدون قطاع إنتاجي، قطاع مستهلك، هذا هو أخطر شيء على أن يكون القطاع فقط قطاع يعني المجتمع العراقي مستهلك لا منتج. فهنا التركيز يجب أن يصب على المشاريع الإنتاجية إن كانت صناعية وإن كانت زراعية، لأنه البلد يعتمد بالأساس على هذه. اللي تفضل به زميلي الكواس حول موضوع النفط، وفعلا إحنا الموارد النفطية هي موازنة الدولة تعتمد 93% على مواردنا النفطية. فالتخصيصات الاستثمارية نشوفها تشكل نسبة أقل من ثلث 20% بالحقيقة من مجموع الموازنة السنوية، والبقية كلها يعني التخصيصات استثمارية رواتب وهكذا. فالبلد يجب أن ينتقل أولا، يعني يخصص نسبة عالية من التخصيصات للجانب الاستثماري حتى تبنى البنية التحتية، تتوفر حتى تحرك القطاعات الاقتصادية. وبهالطريقة نعتقد أنه الأولوية يجب أن تنصب على هذه القطاعات المنتجة. شكرا. طيب أستاذ حسام السموك في دمشق، يعني طوال الحلقة ونسمع عن ما يجب أن تقوم به الحكومة العراقية لجذب الاستثمارات، ما هو دور القطاع الخاص؟ أين هو القطاع الخاص في العراق؟ وأين هي الاستثمارات المحلية؟ لماذا الحديث كله يجري على الاستثمارات الأجنبية ورؤوس الأموال التي تأتي من الخارج؟ القطاع الخاص في العراق قطاع منهك، وحينما تذرعت الدولة، وأقصد بالدولة هنا الإدارة الحكومية التي تنصلت
عن مهمتها الرسمية والرئيسة في أن تدير اقتصاد البلد، فرمت كل مسؤولياتها على عاتق القطاع الخاص المنهك أصلا. نعم، القطاع الخاص يمكن أن يشكل مساحة كبيرة في عملية تطوير البلد، في عملية بنائه، في حتى عمليات البنية التحتية، لكن القطاع المنهك، القطاع المنهك لا يمكن له أن يقوم بمهمته مهما كانت بسيطة. لكن المشكلة الرئيسة أن المؤسسة الحكومية انسحبت من السوق انسحابا كاملا. ففي كل بلدان العالم الدولة، يعني حتى في البلدان التي تعتبر في مقدمة معسكر الاقتصاد الحر أو اقتصاد السوق وهو التسمية الأصح، نجد أن الدولة تلعب الدور الأساس في مراقبة الإنتاج، في حماية المستهلك، في حماية نوعية الإنتاج، في دعم الإنتاج، دعم التصدير. هناك حتى ضريبة لحماية التصدير تعطي للمنتج من الخزينة الحكومية دعما للمنتج لكي يصدر إلى الخارج. الحكومة في العراق، المؤسسة الحكومية في العراق بعد 2003 انسحبت انسحابا كاملا، وجعلت يعني لا يمكن أن ننسى هنا لعبة بريمر حينما شرع قوانينه التي ضربت الاقتصاد العراقي في الصميم. ويتذكر الأستاذ بليبل نقاشاتنا في هذا الميدان على الأقل من خلال مناقشة الأمر رقم 12 كما أعتقد، الخاص برفع الرسوم الجمركية، مما جعل دول الجوار والدول التي منتجاتها رديئة حتى في جنوب شرق آسيا تشن حملة تحت شعار إغراق السوق، فأغرق السوق العراقي بصناعات وبحتى منتجات زراعية، أفشلت الموسم الزراعي العراقي. يدير مصنع أو صاحب مصنع رجل صناعي وهو واحد من الذين لا أقول أشهروا إفلاسهم، وإنما تكبد خسائر كبيرة في هذا المجال. لقد ضربت الصناعة العراقية والزراعة العراقية بها، والحكومة هي التي للأسف الشديد أول حكومة في العالم تخالف كل قوانين العالم بحيث تدعم المستورد، تدعم المنتج الأجنبي، تحاصر المنتج الوطني بأنها ظلت تستوفي 11 نوعا من أنواع الضريبة من المنتج العراقي، من المصانع العراقية. لذلك نجد أن 90% وربما أكثر من هذه النسبة من مصانع القطاع الخاص توقفت تماما، بل قسم كبير منها بيع كحديد خردة، والعشرة المتبقية حسب إقرار وزير الصناعة نفسه، 10% المتبقية من القطاع الخاص، من مصانع القطاع الخاص، لم تنتج إلا 20% بالكثير، يعني بالأعلى بالنسبة العليا حسب طاقتها التصميمية. هذه السياسات الرديئة والمتخلفة التي مارستها الأجهزة الحكومية على طول فترة ما بين 2003 ولحد الآن هي التي أنهكت الاقتصاد العراقي. خذ مثالا بسيطا، قضية النفط، قضية الكهرباء الآن التي جرى الحديث عنها مؤخرا، وهناك مظاهرات في غالبية محافظات العراق. يعني أنا في الوقت الذي أدين وزير الكهرباء أقول في الوقت نفسه كإنصاف أن الحكومة كلها مسؤولة عن تقصير وزارة الكهرباء، حيث يؤكد بعض المسؤولين في الحكومات المحلية مثلا أن 17 مليار دولار صرفت على قطاع الكهرباء
الكهرباء، وهناك من يقول هناك 13 مليار، لكن للإنصاف أقول أن ما صرف على الكهرباء هو 10 مليارات، لكن حتى هذه العشر مليارات كان يمكن لها لو ذهبت إلى أماكنها الحقيقية في الاستثمار بقطاع الكهرباء لكان يكفي كل العراق. ليس الكهرباء للغرض الاستهلاك السكاني.